قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن 110 صحفيين في العالم قتلوا عام 2015، بينهم 67 قضوا أثناء أدائهم عملهم. وقتل أكبر عدد من هؤلاء في سوريا والعراق، يليهما فرنسا، ثم اليمن وجنوب السودان والهند والمكسيك والفلبين. وحذرت المنظمة بأن ذلك مرده إلى ما وصفته بالعنف المتعمد ضد الصحفيين، وهو مؤشر على فشل المبادرات المتخذة من أجل حماية الصحفيين.